مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة ورزازات، وبالضبط حدا السوق النموذجي اللي استفدوا منه الباعة المتجولين اللي كانوا في ساحة الموحدين. خليكم معايا نشوفوا الباعة والفرحة ديالهم مني خداو المحلات التجارية. هانتوما كما كتشوفوا راه كيصلحوا في المحلات ديالهم. هانتوما كاين مسجد هنايا، راه المسجد لي اونفاس هكا، كان هاد المرافق الصحية. هادو هما المحلات اللي استفدوا منهم الباعة المتجولين. شكر خاص للمجلس السابق، رئيس المجلس البلدي السابق على المجهودات ديالو. الحمد لله دابا انه الباعة استفدوا من المحلات، حيدوا من المشاكل اللي كانت دائما بينهم وبين اصحاب المحلات في سونترفيل بالمدينة، انه دائما عندهم مشاكل مع اصحاب المحلات. السلام عليكم، استفدتي الحاج مزيان؟ عطيني كلمة ديالك. ودي كنشكروا السلطة على هاد المبادرة اللي داروا معنا، والحمد لله كلشي استفد الحمد لله، كلشي بخير وعلى خير. المهم الحالات مزيانين، كلشي مزيان، فيهم شي شوية ديال الإصلاح. كاين الإصلاح ضروري، لابد من الإصلاح. كاين ضروري يكون الإصلاح بزاف، كاع اللي كاين شي بلايص اللي هما زعما كاع خصهم يتصلحوا مزيان وصافي. يا خويا خصهم يتصلحوا مزيان، داكشي خصهم يتصلحوا مزيان. انت صلحتي هذا هو المحل ديالك؟ لا ديالي انا، باقي ما درت فيه والو، باقي شي شويه سميتو، بغيتني غير صبر شي شويه، سمعنا شي شويه ديال الزياره على ذاك الخلاص وداك الشيء، والناس مضرورين، وجات مع كورونا وداك الشيء، الناس ضروا بزاف في هذا المشكل ديال الخلاص. تطلبوا منا يزيدوا يتساعدوا معنا شي شويه على هذا. عندكم مشكل في الاصلاح؟ الاصلاح ها دابا الاصلاح، ومع الخلاص اللي قالوا لنا هذا المليون وهذا 6000 ريال قاصحة على قاصحة قاصحة بزاف. ماشي اللي خلصتوها كاش ولا قسموها؟ لا قسموها لنا شي شويه، ولكن قاصحة شي شويه بالنسبه للناس. كاين كان اي واش دابا تلقى هاد العامين ديال كورونا وهذا المشكل ديال هو اللي جعل البلاد انت هو ثاني، راه كاين الناس مساكن مضغوطين. ها الكراد ديال حبسها حبس شنو العافاك كما يحس. هاد الناس مع المشكل ديال هاد كورونا، هاد الجائحة ديال كورونا هي اللي جات البشر مزير في هاد الوقت بزاف. ها رمضان، ها المشكل ديال الله يحفظ العوار. هو استفادة زوينة، ولكن عندكم كما قلتوا عندكم لي شارج. عندنا لي شارج، عندكم لي شارج. على الأقل بنادم يختار واحد الخمسة، خليك الميكرو على الأقل واحد 5000 درهم ولا أكثر اللي غيختارها أنا غير في الإصلاح. الإصلاح قصدير متقوبل. المهم الإصلاح ماشي خاص، المهم خاص السلطات تدخل معنا شي شويه في هذا. ان شاء الله الله يصوب لكم، ان شاء الله مبروك عليكم. شكرا بارك عليكم بالصحه والسلامه. بارك الله فيك، بارك الله. سمح لنا خويا واحد الدقيقه الله يسهلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله. اخبارك؟ رحمه الله. مبروك عليكم. الله يبارك فيك انت اختي، بارك الله فيك. عطيني واحد الكلمه. ايوا بسم الله الرحمن الرحيم، حمدنا الله وشكرناه، وكنطلبوا الله الحمد لله، نطلبوا الله بسلامه الباشا الله يجازيه بخير. الباشا الله يجازيه بخير هو اللي جرى في هذا الشيء، حتى عطانا هذه المحلات. كنشكروه من هذا المنبر هذا، وكنشكروا السلطات اللي وقفت معنا في هذا المنبر هذا، وكنطلبوا الله الله ييسر لنا وييسر لكل واحد ان شاء الله. حمدنا الله وشكرنا، خرجنا من العجاج، خرجنا من الشتاء، خرجنا من الشمس، احنا بخير الحمد لله بمحلنا حتى احنا. دابا الفرقه راه غتحلوا من الصباح حتى العشيه ان شاء الله، غادي ان شاء الله نحلوا. كتفرشوا في العشيه؟ كنا كنفرشوا غير في العشيه، بعض الاخترات كتكون الشتاء ما كنفرشوش، بعض الاخترات تكون الشمس ما كنفرشوش، كتكون العجاج ما كنفرشوش. دابا الحمد لله احنا الحمد لله بمحلنا بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. دابا جي حل المحل ديالك، وراك انت خارج من الشتاء وخارج من الشمس وخارج من اي، والحمد لله. وكنطلب الله الله يجازيه بخير هاد الباشا اللي وقف معنا، والقائده حتى هي الله يجازيها بخير اللي وقفات معنا، وبنت الناس القائده بنت الناس، والباشا بنت الناس حتى هو. كنطلب الله الله يجعل ربي يسخر لهم اللي يسخر لنا. الحمد لله بارك الله فيك، الحمد لله بارك الله. نسمع لكم اخبار خير. الله يبارك الله فيك اختي، وكنتمنى من الجمهور
وكنتمنى ان شاء الله من سكينه ورزازات تجي تزورنا الحمد لله هنا ان شاء الله. غير يكملوا الدراري نهار 10 اولا نهار يكملوا الدراري راه ان شاء الله غادي يكون الافتتاح. ماشي في اسمها 10 في رمضان ماشي في رمضان. في رمضان واذا كملوا الدراري ان شاء الله راه غادي يجي كل شيء يحلوا ان شاء الله. اللهم يسر لك اختي بارك الله فيك. الله يسر لكم. انتم كما كتشوفوا مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في البائع المتجولين فرحانين بالمحلات ديالهم واخا شويه الاصلاحات. السلام عليكم. انتم كما كتشوفوا راهما خدامين. خويا عبدو عطيني واحد الكلمه. السلام عليكم. الله يبارك فيك اختي شكرا. المهم اكيد 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 اكيد. الساحة الموحدين كما كنتو كتفرشوا دابا غتبداو تحلوا من الصباح ان شاء الله. اكيد هذا الساعة كتحطوا بعشيه تماما كاين فرق كبير تماما الحمد لله. المهم كنشكرك الاخت زاهر على التغطيه هذه. كنزيدوا بالشكر السيد عامل صاحب الجلاله والسيد الباشا والسيد رئيس مجلس البلدي وكاع الناس اللي وقفوا معنا في هذه المبادره هذه اللي كانت صراحه الله بادره خير على جميع الفراشه. الحمد لله كل شيء فرحان كل شيء خدام كل شيء كيصلح كل شيء فرحان بهذه المحلات لحقاش حنا راه كنا كندوز واحد المعاناه كبيره في ديك ساحه الموحدين. معاناه ديال البرد والشتاء والعجاج والشمس كل شيء علينا زيد على ذلك يعني كانوا الناس كينظروا لنا واحد النظره على اساس حنا واحد الناس فوضويين اللي كنمارسوا التجاره بغير قانوني مع اننا حنا واحد الناس تنقلبوا على طرف الخبز وليداتنا والعائلات ديالنا. زيد الحمد لله تنبغيو ندعيو نقولوا للناس ديال ورزازات مرحبا بكم نصيفطوا لهم واحد الدعوه باش يحضروا ان شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. كنقولوا لهم بلي راه كاينه 123 محل ان شاء الله راه تكون هناك خضار فواكه تمور جافه غيكون ملابس احذيه حقائب عطور عقاقير الحمد لله اي حاجه يقدر يحتاجها المواطن الورزازي راه غيكون هنا وفي نفس الوقت غيكون باثمنه ديال ساحه الموحدين. يعني حنا راه ما نغيروش في الاثمنه ديالنا غنبقاو في نفس لي بخي باش كنا كنبيعوا هي باش نبقاو نبيعوا ان شاء الله. يعني الصبر لي ربي. نعم الصبر لي ربي. الحمد لله تماما لي الله الصبر لي الله الحمد لله. والله راه فرحانين حنا بهذه المحلات وكنشكروا بزاف سي الباشا لحقاش راه دار واحد المجهود كبير ورئيس المجلس البلدي تاور التعاون معنا وقال لنا اي حاجه احتاجيتوها انتم في هذاك المارشي راه المكتب ديالي مفتوح لكم باش نوقفوا على هذه النقطه لان هاد الناس هادو راه زعما ماشي لاحونا وهمشونا هنايا لا بالعكس راه ما همشوناش راه قالوا لنا اللي بغيتوها حنا نوقفوا معاكم اللي احتاجيتوها دوزوا عندنا. رئيس المجلس البلدي قال لنا المكتب ديالي مفتوح لكم في اي وقت الحاجه اللي ضراتكم دوزوا عندي نتعاون معاكم فيها. اكيد راه شكرناه هو الاول شكرنا عامل الاقليم هو الاول من طبيعه الحال وتا السيده القائده تبارك الله عليها اعوان السلطات كل شيء الحمد لله وقف معنا والله الا كل شيء جرى معنا وكل شيء الحمد لله والله كل شيء وقف معنا بدون استثناء صراحه كل شيء وقفوا معنا بدون استثناء الله يجازيهم بخير وكنشكرهم بزاف بزاف و... تماما الله يعطيهم الخير وشكرا بزاف تماما وشكرا لهم بزاف وحتى الناس ديال ورزازات كما تنقول لهم مرحبا بكم في اي وقت راه الافتتاح غيكون ان شاء الله نهار الثلاث وبعد غدا وموراها ان شاء الله كل نهار الدراري غيجيبوا السلعه ديال العيد ان شاء الله ورحنا عازمين على اننا نديروا واحد لي بخي زويونين اللي ترضي الجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني بنادم ما يدخلش لهنا ويتخلع راه كانه في الفراشه. ولاول مره كيكون سوق نموذجي بمدينه تماما تماما اي حاجه بغيتيها تلقاها تماما سوقنا والله اول مارشي اول مارشي فرحت راه غتفرح لهذا المشروع ان شاء الله الحمد لله لانه مجموعه كلشي ماشي كما كتمشي تلقى الخضره بجهه اخرى تماما تماما لا هنا كلشي غيكون مجموع ان شاء الله بحول الله كلشي هنا الخضره هنا التمور هنا الفواكه هنا الاحذيه هنا الملابس هنا الحقائب كلشي كاين بجهد الله الله يجزيهم والوليدات ديالنا راه فرحانين حتى هما يا قول لهم شكرا شكرا على المحلات اللي عطيتونا مرحبا بكم. انتما كما كتشوفوا راه الناس فرحانين الباعة متجولين فرحانين بالمحلات ديالهم. السلام عليكم. لاباس خويا مزيان الحمد لله. انتما راه مازال خدامين الله يعاونكم. كل شيء خدام كل شيء فرحان الله يستر لهم. السلام عليكم مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في. انتما كما شفتوا الباعة المتجولين فرحانين وكما قلت لكم اول سوق نموذجي بمدينة ورزازات لأي حاجة بغيتها تلقاها فيه. خليتكم على خير ونلقاوكم بخير ان شاء الله والى اللقاء في بث مباشر اخر من مدينة ورزازات.